الرحيم. أنا دكتور يوسف خشبة، مدرس جراحة تجميل في كلية الطب جامعة القاهرة. بتكلم النهاردة من خلال المؤتمر 49 لجمعية جراحي التجميل المصرية، والجمعية ديت هي المؤسسة أو هي الهيئة اللي بتضم جميع جراحين التجميل في مصر. هنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا اتعرض النهاردة في المؤتمر. الموضوع دوت متعلق بإصابة من الإصابات، هي إصابة الوجه والفكين، كسور الوجه والفكين. دي كسور خطيرة، الكسور ديت بتحصل نتيجة الحوادث القوية، يعني نتيجة طلق نار، نتيجة حوادث عربيات، نتيجة حد يقع من دور عالي مرتفع، نتيجة حوادث قوية جدا هي اللي بتؤدي لمثل هذه الإصابات. فإحنا عملنا دراسة في كلية الطب في القصر العيني، بينت لنا الدراسة ديت إن تلت عدد الحوادث اللي بيوصل للقصر العيني من إصابات الوجه والفكين بيكون ناتج عن حوادث موتوسيكل. حوادث الموتوسيكل عندنا بقت رهيبة جدا، أعدادها كبيرة جدا، والنتائج اللي بتحصل من الحوادث ديت، الإصابات والوفيات اللي بتحصل منها يعني بالآلاف. نتيجة الدراسة ديت بيّنت إن تلت الإصابات اللي بتحصل في الوجه والفكين هي نتيجة حوادث الموتوسيكل، وده طبعا بسبب رئيسي هو إهمال ارتداء الخوذة. والخوذة اللي بتتلبس لقائد الموتوسيكل الهدف منها مش ان احنا ما ناخدش غرامة او ان احنا ما نبقاش مخالفين للقانون، ولو ان في وقت من الاوقات ده كان متطبق وفي معظم دول العالم ده متطبق، ولكن احنا لازم يبقى عندنا الوعي ان الخوذة ديت بتحمينا وبتحمي من هذه الاصابات. الاصابات ديت قد تكون قاتلة، بتكلف علاجها مبالغ كبيرة، وبياخد التعافي منها مدة طويلة، وديت نقدر نتلافاها أو على الأقل نقلل من خطورتها بشكل كبير جدا بحاجة بسيطة، وهي ارتداء الخوذة. الخوذة علشان تحمي ما ينفعش بس تبقى بتغطي منطقة الرأس، لازم كمان يبقى لها جزء دعامة بيغطي منطقة الفك. الخوذة علشان تحمي من الإصابات بتاعة حوادث الوجه، كسور الوجه والفكين، لازم بيبقى لها دعامة تغطي هذه المنطقة، غير ان بيبقى لها شيلد شفاف بينزل يحمي العين والأنف. ديت الخوذة اللي لما نلبسها ربنا يحمينا من هذه الحوادث، ربنا يحمي الجميع. شكرا جزيلا.